الجزائر تعلن عن إعادة العمل بتأشيرة الدخول على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، وجاء في تفاصيل البيان الذي نشرته وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، وهذا حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وأوضح ذات المصدر أن الجزائر التي لا طالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية شهر أوت من سنة 2021 تفادت المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص. وأضاف البيان أن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين انخرط وللأسف الشديد في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم وعلى نطاق واسع شبكات متعددة للجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وكذلك أعمال التجسس، فضلا عن على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني. وتابع البيان أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني وعلى مستوى جميع النقاط الحدودية. وتابع البيان كذلك أو وخلص البيان إلى أن النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر. في مناقشة هذا الموضوع ولتحليل بيان وزارة الشؤون الخارجية أسعد باستضافة السيد إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية معنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا بك معنا سيدي. أستاذ إسماعيل دبش، هل أنت في الاستماع؟ مشاهدينا سنتصل بإسماعيل دبش بعد لحظات من الآن، وقبل ذلك نذكر ونستعرض مرة أخرى ما جاء في بيان وزارة الخارجية بخصوص إعادة العمل بالتأشيرات على حاملي جوازات السفر المغربية، حيث قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، وهذا حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وأوضح ذات المصدر كذلك أن الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية شهر أوت من سنة 2021 تفادت المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص. هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا سيد إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية معنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا بك معنا سيدي. أستاذ إسماعيل دبش، بداية كيف تقرؤون هذا الخبر؟ خبر في غاية الأهمية يتعلق بإعادة العمل بالتأشيرات على حاملي جوازات السفر المغربية. أولا قبل أن نحلل الموضوع يجب أن نوجه رسالة إلى الشعب المغربي أن المعني ليس الشعب المغربي، بل المعني أن النظام الذي يستعمل في بعض العناصر لزعزعة الاستقرار في الجزائر من خلال المخدرات، من خلال تنقل البشر، من خلال الهجرة غير الشرعية، من خلال جرائم أخرى. ولهذا لا يمكن لرجال الأمن أو الدولة بصفة عامة أن تفرز من هو ومن هو ذاك أو غير ذلك، وبالتالي لا بد من التأشيرة لضمان استقرار الجزائر، لأن بالنسبة للجزائر مهما كان المستوى نتاع الاختراق أنه لا يتجاوز ولا يجب أن يتجاوز الحد
حد المس بالسيادة الوطنية يبدو لي الآن بدأت اختراقات واضحة ليس فقط من طرف بالمخدرات أو شيء آخر، بل بدأت بوجود كيان صهيوني يريد أن يخطط ويزعزع الاستقرار في الجزائر، وما ووجد النظام المغربي آلية لذلك. لهذا الجزائر أرادت أن المواطنين الصالحين والذين يرفضون ذلك فمرحب بهم ولو بالتأشيرة، التأشيرة لن تكون عائقا لزيارة الشعب المغربي للجزائر، ولكن تكون إيجابيا حتى للشعب المغربي في حد ذاته حتى لا يكون ضحية. فمثلا السكان على الحدود الجزائرية أو سابقا أو السكان في مناطق أخرى لا يمكن لهم أن يكونوا موضع تهم أنهم يقومون بشيء، فلا بد من فرض هذا. ولهذا نقول الشعب المغربي أن الجزائر كان دائما تحاول أن لا يرقى المستوى إلى قطع إلى التأشيرة، ولكن النظام المغربي أراد غير ذلك. أستاذ إسماعيل دبش، الملاحظ في هذا البيان أن أول ما ابتدأت به وزارة الخارجية هي حرصها بالتأكيدها أن الجزائر كانت ملتزمة وبقيم تضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، وذكرت كيف أنها تفادت الوصول إلى هذه النقطة، نقطة فرض أو إعادة العمل بالتأشيرات على حاملي جوازات السفر المغربية، وقالت أنها لم تقطع أو لم تفعل هذا الإجراء منذ قطعها للعلاقات الدبلوماسية سنة 2021. ما الذي تغير؟ لماذا لم تلجأ الجزائر إلى هذا القرار إلا بعد 3 سنوات كاملة؟ أولا نوجه النظام المغربي، لأن دعاية النظام المغربي سوف تبدأ بأن الجزائر لا تريد الشعب المغربي أن يزور الجزائر وغيرها من الدعايات، ونقول لهم من الذي هدد الجزائر وعلانية هددها من خلال وزير الدفاع الإسرائيلي ومن خلال اتفاقية الأمنية مع الكيان الصهيوني، طبعا المقصود بها هي الجزائر. إذا هذا الشعب المغربي يعي بذلك ويعرف أن الشعب المغربي من بين الأسباب التي سوف يتظاهر يوم 6 أكتوبر ضد النظام المغربي وضد التطبيع هو ذلك الخضوع التام ليصبح المغرب ومصالح الشعب المغربي في يد الكيان الصهيوني. النقطة الثانية كذلك أن النظام المغربي هو الذي كذلك يمس بالسيادة الوطنية لدرجة التحريض على انفصال حركة انفصالية التي هي الماك التي أراد أن يوظفها ضد الدولة الجزائرية ضد السيادة الجزائرية، إضافة لذلك المخدرات التي تفاقمت وبقوة عن طريق عدة وسائل بما فيها وجود بعض العناصر يوظفها النظام المغربي لإغراق الجزائر بالمخدرات من خلال السفر أو من خلال وسائل أخرى. لهذا أنا اعتقادي أن الشعب المغربي يعرف ذلك. الجزائر لم تعمل في يوم إلا لصالح المغرب والشعب المغربي. يجب أن نعرف أن الميزان التجاري للجزائر مع المغرب منذ عقود في الزمن دائما لصالح المغرب وليس لصالح الجزائر، ولكن الجزائر سكتت على هذا الموضوع لصالح الشعب المغربي، لأن العلاقات التجارية الجزائرية دائما 80% لصالح المغرب و 20% الجزائر. طبعا الجزائر كانت تريد أن تتعامل مع الشعب المغربي وعلى مبدأ اتحاد المغرب العربي بغض النظر عن الميزان التجاري. إذا الشعب المغربي يعرف أن النظام المغربي هو المتورط لذلك، وسوف يعبر عن ذلك الشعب المغربي يوم 6 أكتوبر في المظاهرات التي سوف تتم بالمغرب ضد التطبيع ومن خلالها ضد الممارسات النظام المغربي الإقليمية وغيرها. هناك نقطة أخرى، بين وزارة الخارجية يقول أن النظام المغربي أساء استغلال غياب تأشيرة لدخول حاملي جوازات السفر المغربية، وتحدث عن حاملي جوازات السفر المغربية، بل ونعود إلى مقطع أو جزء من هذا البيان الذي قالت فيه وزارة الخارجية أن نظام المغرب قام بتنظيم وعلى نطاق واسع شبكات متعددة للجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات والبشر، تحدث عن التهريب، عن الهجرة غير الشرعية، عن أعمال التجسس. أستاذ إسماعيل دبش، بل نلاحظ أن البيان ذكر أيضا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية إلى التراب الجزائري. أكيد، لأن
العمل لم يبقى على مستوى إغراء إدخال المخدرات أو المتاجرة بالبشر، بل العمل ذهب إلى بعد من ذلك إدخال عناصر صهيونية داخل الجزائر وعناصر متحالفة مع الصهيونية المغربية كذلك من نظام المخزن في المغرب عبد العزيز، وبالتالي الجزائر كان لابد عليها أن تقف هذه الممارسات من خلال التحقيق في الشخص الذي يدخل في الجزائر. يدخل الجزائر عندنا مصالح الأمنية العسكرية، عندنا مصالح الشرطة، مصالح الترك الوطني وغيرها من الآليات الاكتشاف لمعرفة هذا الشخص الذي يرغب في الزيارة، سواء من خلال منطلق سفارتنا في قنصليتنا في المغرب أو من خلال هنا بوزارة الخارجية وغيرها من الوسائل. إذن اعتقادي أن هذا ليس حماية فقط للأمن والاستقرار الجزائر، بل حماية للشعب المغربي الذي يريد أن يزور الجزائر وهو بريء. لذلك كما يقولوا حتى في المثل العرب، تخلط المجرم مع المحرم، وبالتالي هنا لابد من الفرز ما بين المجرم والمحرم. المحرم هو الأغلبية، ولكن لا يمكن التفريق من بهم إلا من خلال التأشيرة. ونقول للشعب المغربي أن الثابت أن الشعب المغربي سوف يبقى يتردد على الجزائر وبتأشيرة خاضعة لشروط عادية جدا تعكس الأخوة والشعب بين الشعب بين الجزائري والمغرب. نعم سيد اسماعيل دبش، كذلك من بين أهم النقاط التي جاءت في بيان وزارة الخارجية أن الجزائر حملت المغرب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بين البلدين، بل وخلص البيان إلى أن النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر. نلاحظ كذلك أن وزارة الخارجية أنا هذا الموضوع نعيشه دائما، أنا أراني أن نشارك في الأمم المتحدة تقريبا كل سنة، نحضر اللجنة الرابعة التي تجتمع حول تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، وتجد أكثر من 170 دولة من 193 دولة كلها مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولكن النظام المغربي هذه 170 دولة كاملة يتجاهلها ويذهب إلى الذهاب والرجوع الجزائر، لأنه ليس ما يبرره داخل المجتمع الدولي، داخل مجلس الأمن ليس له ما يبرره، وبالتالي يذهب إلى الحلول الهروب من المشكل في حد ذاته. إذا كان المشاهد تعرف في الأمم المتحدة فيها لجنة اسمها اللجنة الرابعة للسياسية ولتصفية الاستعمار، تجتمع كل أكتوبر تجتمع حول إصدار قرارات لتثبيت حق الشعوب في المستعمرة في تقرير مصيرها، والنظام المغربي يجد روحه وحده معزول. كل إفريقيا أغلبية السائقة لآسيا، الأغلبية المطلقة لأمريكا اللاتينية، حتى في داخل الغرب نفسهم الدول الأوروبية وغيرها يتبنون هذا الموضوع، هذا ناهيك عن الشعوب، كل شعوب العالم ينادون بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، لكن المندوب المغربي وممثلي وعملاء النظام المغربي إذا في هذا اللجنة عندما يتقدمون به وكأن الجزائر هي السبب. لنفرض الجزائر ما هيش موجودة، كيف؟ هل معنى المتحدة تلقي الموضوع على النهاية؟ القضية هنا النظام المغربي يجب أن يتخلى عن هذه الطروحات، يجب أن يلتزم بالحدود عند الاستقلال، يجب عليه أن يؤمن بمبادئ الاتحاد الإفريقي، وإلا سيخرج من الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي يثبت على الحدود عند الاستقلال بمعنى الحدود الموروثة على الاستعمار، بمعنى أن حدود المغرب هي على الصحراء الغربية وعلى الحدود مع الجزائر 1560 كيلو مع الصحراء الغربية أو 460 كيلو مع الصحراء الغربية، هذا هي حدود المغرب. أستاذ إسماعيل دبش، هل يمكن أن نقرأ هذا البيان قراءة سياسية مفادها أن وزارة الخارجية أو أن الجزائر تكذب من خلال ما وقعت عليه اليوم مزاعم اليد الممدودة المغربية؟ أنا لا أشك دائما في اليد الممدودة، اليد الممدودة على أي أساس؟ عندما تقول نحن يدنا الممدودة، ولكن ما هو السبب الذي منع أن تكون اليد الممدودة؟ جوهر السبب هو اغتراق الجزائر
في حدود الجزائر بالمخدرات، اتهام الجزائر بالتحريض على الإرهاب، الذي أثبت من بعد أن الإرهاب الذي تم في الدار البيضاء أن السبب الأساسي دعوه لا علاقة له في الجزائر، باعتراف النظام المغربي في حد ذاته، التحالف مع الكيان الصهيوني، إلساق موضوع تصفية التمام الصحراء الغربية بالجزائر. هذه الأسباب التي يجب على النظام المغربي أن يتراجع عليها إذا كان فعلا يريد يد ممدودة. أما يد ممدودة هكذا ويتوقف فهي لعبة وتلاعب في الألفاظ. نعم سيد إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة ضيفا في كل الأبخار. العفو سيدي.